هو التدويج. يعني التدويج عندما تتوج تنسى كل شيء، اقصد يعني كيف الدخول الى الجزائر، كيف الاجواء في الجزائر، والله انا دماثيليا في الجزائر، في تونس، في فلسطين، في كل انحاء، جمال الماضي وكل الطاقم الفني والاداري واللاعبين وكلهم، ولهذا انا مظن حتى اللاعبين في مستقبل الجزائريين، في لاعبين مثل بن ناصر، الوناس، بداوي، في عده لاعبين يعني فيها خبره في، ولكن والجزائر مثال يحتذى به، هو مثال مدرس لبقيه المنتخبات العربيه، وانه الفريق الذي جاء الى كاس افريقيا بروح جديدة بعزيمة جديدة الجديد وضح وأنه وأكد أنه يعني سنبكد في دم الكروية الجديد كتاب التاريخ بالأمس مملوءا بصفحاته مثلما طلبنا، أروع الكلمات دونت اليوم، قصة جديدة كتبت بريشة جزائرية ككل مرة في هذه الكأس، البداية أوحت بأن الصمراء ستزف للجزائر بعقد مكتمل الشروط وبحضور أولياء أمورها. خاتمة الملحمة كانت مثل بدايتها ضد أسود سنغالية متعطشة لهذه الصمراء وفي هذه الأرض المضيافة، لكن في الليلة الظلمة يفتقد كوليبالي. في هذه الليلة كانت الرسالة عربية وبصوت عربي. إلوسيسي فتح حقيبته بمجرد نزول وكأنه أمر حارسه بأن يفتح شباكه مبكرا. هذا الحارس أخطأ استشعار التسديدات فتدرب على الساذجة منها، فهو لم يكن يعلم بحوار محرز وبليلي وبن ناصر وبنجاح وهم يضبطون خطة الهدف، ولم يشاهد بنجاح مسبقا ومتوعدا اليوم يومي، أو مثل ما قال له بالعمري هذا يومك يا بغداد. محرز سمات وجهه كانت تتكلم قبل الصفرة، ماذا سنقول لهذا العجوز إن لم نعد بالتاج، ولهذه التي تطلب الله، وماذا سيروي هذا الصبي لما يشتد عوده. ماضي لم يسمع بمخططات محرز وطلب من جمهوره أن يزلزل الملعب، لكن الزلزال كان على سلم بنجاح بهدف كان هدية من السماء فاستوجب الشكر والحمد عليه. ثبت ماضي سرعان ما ظهر أنه صعب وهو يطلب أعصابه في الميدان متنسيا أن هناك مقاتلين أمامه ظلوا ثابتين إلى أن سالت دماءهم. وهناك حارس اسمه الرئيس وكان فعلا رئيس الليلة. الجزائر أنهت قصصها بالتتويج يا كتاب التاريخ، واليوم يحق لك يا كتاب أن تقلب فصولك وأوراقك، فأروع القصص رويناها طيلة هذه البطولة في انتظار أن نحكي قصص أخرى لكل العرب في مونديال العرب. فاكتب يا تاريخ هذا الجزائر وهذه القوة وهذا المنتخب الجزائر بطل افريقيا للمرة الثانية في تاريخ.